معايا مداخلة مهمة جدا عبر زوم مع البرتغالي برونو رومار. برونو روماو من المدربين الاجانب اللي جم الدوري المصري بس ما عادوش كتير، هو كان مدير فني سابق لفريق فاركو وانهى مشواره سريعا مع الفريق. يا فندم مشرفني ومنورني على التلفزيون المصري برنامج رقم 10. جود نايت. مساء الخير. فيرست اوف اول، في البداية أود أن أقول مساء الخير لكل الجماهير المصرية الذين يشاهدوننا في البيوت، حيث أني استمتعت كثيرا بالتدريب في مصر، فأود أن أقول مساء الخير للجميع. تجربة قصيرة جدا مع نادي فاركو، توسمنا خيرا أن التجربة هتكون أكبر من كده، لماذا قصرت هذه المدة مدتك مع فريق فاركو؟ التجربة انتهت سريعا بالرغم من أن أنها كانت إيجابية جدا للجميع من مناطق عدة، من جانب التدريبي، من تطوير اللاعبين، ومع ذلك أن النتائج لم تكن كما توقعنا، ولكن كما تعرف أن المدير الفني هو من يتحمل المسؤولية في النهاية. بالطبع عليه مسؤولية، ولكن الجميع يحمله المسؤولية فقط، فبالتالي هذا الجانب من التدريب أنا أحترمه. أنا ممتن للجميع من عمل معي في فاركو، الجهاز الفني، النادي عملني بشكل جيد، دعموني جيدا، أنا تعاملت مع أناس جيدين جدا، النادي كان يعمل كعائلة، فبالتالي أنا أتمنى النجاح لنادي فاركو في المستقبل. ثلاث مباريات فقط مع الفريق، هل كانت مدة كافية أنك تقدر تعمل فيها كل شغلك أو تظهر كل شغلك اللي عملته خلال فترة الإعداد؟ أعتقد أن هذه الثلاث مباريات كان لديها تاريخ مختلف عن بعضها. لعبنا ثلاث مباريات، ولكن مباراتين منهم مع فريقين لديهم ميزانيات كبيرة. المباريات كانت متكافئة نوعا ما، كانت متوازنة. أول مباراتين كانت جيدتين، ولكن اتخاذ القرار لم يكن جيدا، وخصوصا أمام المصري، فلقطة ركلة الجزاء كانت لم تمر بشكل جيد، ولكن في المباراة الثالثة كان الأمر كان واضحا جدا. نحن تطورنا، عانينا قليلا، ولكن كان لدينا لحظاتنا السعيدة، حاولنا بقدر الإمكان، ولكن هذا كان قرار الجهاز الإدارة النادي، والذي أحترمه بالفعل. الأداء تطور بشكل جيد في المباريات الثلاثة، ولكن هذا طبيعي. أن نرى النتيجة الطبيعية بعد 7 أو 10 مباريات، ولكن هذا ما حدث. في نفس الوقت أنا وعدت النادي بوعود، وحاولت أن أطور بالشكل الطبيعي، ولكن يوجد أندية كان لديها ميزانيات أكبر، ولكن هذا هو ما حدث. نحن حاولنا بالإمكانيات التي أتيحت لنا، ولكن لدي مستقبل أمامي الآن، فهذا هو الحال. مين من لاعبي فاركو شفت ان هم لعيبه مؤهله جدا انها تلعب في منتخب مصر او حتى تبقى موجوده خارج الدوري المصري؟ من اللعيبه اللي انت كنت معجب بيهم خلال هذه الفتره؟ اعتقد I prefer not to speak about individually about لا أود أن أتحدث بشكل منفرد عن اللاعبين أو عن كل لاعب بشكل منفرد. كل لاعب في فاركو لاعب موهوب، الأمر ليس جديدا. أن لاعبي فاركو يوجد الكثير منهم مؤهلين لمنتخب، يوجد لديهم لاعبين شباب ولاعبين ذوي خبرات، فبالتالي يوجد الكثير من اللاعبين لديهم الفرصة للوجود في المنتخب المصري،
وليس فقط الأمر خاص بفاركو ولكن كل الأندية المصرية إذا صبرت على اللاعبين الشباب فسيكون لديكم عدة للمستقبل بخصوص المنتخبات المصرية. أعتقد أن الأندية لديها الكثير ليقدموه خصوصا فترة الانتقالات القادمة. فاركو الآن لديه العديد من اللاعبين الجيدين وخصوصا الشباب قادرين على صناعة الفارق مع المنتخب المصري وقادرين على المشاركة في أكبر الأندية إذا أتيحت لهم الفرصة. طيب بعيدا عن فاركو، لو سألتك أفضل لاعب لفت نظرك في الدوري المصري خلال الفترة القليلة اللي أنت قعدتها، وأفضل مدرب لفت نظرك خلال الفترة اللي أنت برضو قعدتها بعيد عن فريق فاركو؟ أعتقد أن أفضل لاعب من وجهة نظري أعتقد أنه أن كان لديكم الكثير من المواهب. أعتقد أن يوجد أكثر من لاعب أو اثنين أو ثلاثة لأكون عادلا. لو أختار واحدا سأقول And had a very stable and consistent performance. ولديه ثبات. سأقول أحمد سيد زيزو من الزمالك. ولكن يوجد مواهب أخرى. هذا مهم أيضا. وهذا سبب أن الدوري المصري مستمر في التطور ومستمر في مد المنتخب المصري باللاعبين، ولكن في نفس الوقت إذا أتيحت الفرصة للآخرين الذين ذكرت فبالتالي سنرى منافسة أكبر. أعتقد أن هذه ليست الإجابة التي تمنيتها، ولكن أتمنى أن أرى الكثير من المواهب إذا أتيحت لهم الفرصة فسنرى أكثر من اسم. ولكن الاستمرارية التي تحلى بها زيزو إذا تحلى بها العديد من اللاعبين فسنرى أكثر من اسم. ما قلتليش مين أكتر مدرب استمتعت بيه في الدوري المصري شفته بيعمل شغل كويس مع فريقه؟ سأتحدث عن مدرب فقط هو واجهته في مصر حيث استمتعت بأدائه، علي ماهر من المصري. أحببت طريقة قيادته للفريق وطريقة لعبه. هو يعطي إسهام كبير للدوري المصري من خلال أفكاره ومن خلال أدائه مع اللاعبين خلال المباريات. في وجهة نظري لا أود أن أكون ظالما لباقي المدربين، حيث أن المدير الفني بالنادي الأهلي قد أدى أفضل أداء في الموسم الماضي، أظهر كفاءة كبيرة مع فريقه، ولكن على مستوى المدربين المصريين أود أن أقول علي ماهر. البرتغالي برونو روماو المدير الفني السابق لفريق فاركو، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذا الحوار ما بعد رحيله عن الفريق.